أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية 33 من سورة الأحزاب. فقد ورد في معنى أهل البيت في هذه السورة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقد ورد معنى أهل البيت بأنهم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وأما إرادة الله عز وجل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهذا يعني بأنها العصمة، فإنهم معصومون من الله عز وجل. والذي أدلى وأشار إلى هذا المعنى من كتب إخواننا أهل العامة والسنة والجماعة وهو الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه الدر المنثور في الجزء الخامس الصفحة 198، والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء التاسع وفي الصفحات 121 و21 146 169 172، مسند أحمد ابن حنبل الجزء الأول صفحة 230 والجزء الرابع صفحة 107 وفي الصواعق المحرقة في الصفحة 85. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآية 207 من سورة البقرة، حيث ذكر ابن عباس أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام لما هرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين إلى الغار. خلف رسول الله عليا لقضاء دينه وردود ودايعه، فبات علي على فراشه وأحاط المشركون بالدار، فأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل وقال: إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كل منهما الحياة. فأوحى الله إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمد، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة. اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، فقال جبرائيل: بخ بخ، من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة؟ ذكر هذا النص وهذا المعنى ذكر في هذه المصادر: مسند أحمد بن حنبل الجزء الأول صفحة 331، ذكر أيضا في تفسير الطبري في الجزء التاسع صفحة 140، في ينابيع المودة
في الصفحة 92، التفسير الكبير الجزء الخامس صفحة 204، السيرة النبوية لدحلان في هامش السيرة الحلبية الجزء الأول صفحة 307، وغيرها من المصادر. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. الآية 37 من سورة البقرة عن ابن عباس أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الكلمات التي قالها آدم وعلى إثرها تاب الله عليه، سأله آدم، سأل ربه، قال: اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب الله عليه. ذكر هذا المصدر الدر المنثور في الجزء الأول صفحة 60، ذكر في ينابيع المودة في الصفحة 97، في مناقب ابن المغازلي صفحة 63، معارج النبوة في الصفحة 9، تفسير اللوامع الجزء الأول في الصفحة 215، طبعة لاهور. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الآية 96 من سورة مريم. فقد ذكر علماء العامة أي علماء أهل السنة في كتبهم على أن هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قالوا أنها نزلت في أمير المؤمنين علي. أما الود فهي المحبة في قلوب المؤمنين. المصادر: الكشاف الجزء الثاني صفحة 425، الدر المنثور الجزء الرابع صفحة 287، الصواعق المحرقة في الصفحة 170، تفسير الشوكاني الجزء الثالث في الصفحة 332، تفسير الآلوسي الجزء السادس عشر في الصفحة 130، وغيرها من المصادر التي ذكرت أن معنى هذه الآية نزل في علي بن أبي طالب عليه السلام.